كابوتشينو على كاب افير كل يوم من الاثنين الجمعة من 7 للعشرة متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا من جديد مواصلين معكم في كابوتشينو نعملوا جولة في الصحف الوطنية والعربية والعالمية. لكيد أن الحدث الجلل واغتيال السيد حسن نصر الله اليوم نلقاه تقريبا في كل الصحف الوطنية مع التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط. اغتيال حسن نصر الله جريدة المغرب عنونت بالأحمر بالبنط العريض إلى أين تمضي الجبهة اللبنانية، يحكي على استهداف صهيوني للضحية ب80 قنبلة. اغتيال نصر الله لحظة فارقة في معادلات الصراع وتستمر المقاومة بطبيعة الحال. ونشوف أنه هوني حسن العيادي اللي حكى على وقال مرت ساعات ثقيلة في البحث عن الخبر اليقين في علاقة بالوضع الصحي الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إثر غارة جوية نفذها جيش الكيان الصهيوني اللي استهدفت المقر المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية قبل أن يتأكد خبر استشهاد حسن نصر الله مخلفا أمام الجميع البحث عن جواب عن سؤال ماذا بعد لمعرفة كيفية تطور الأحداث في لبنان. أكيد وأنه جريدة الشروق أيضا رجعت على هذا الموضوع وحكاوا مع ماهر الطاهر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حكى على اغتيال نصر الله اللي قلت ستكون نتائجه عكسية. استخدمت وسائل السيبرنية سيبرانية والإلكترونية والعملاء وشوفوا أنه لاحظوا أنه حكاوا في أيضا في جريدة الشروق على مجازر غزة ولبنان الدور على من المرة القادمة هذه على شكون، فما كل الأنظار تتجه إلى ممكن اليمن واليمن يقول أنه هي في المرمى القادم للقوى الصهيونية معناها بتواطئ تقريبا جلد وللعالم الكيان اللي يحشد لاجتياح لبنان. هنا فما عديد الأخبار والتقارير تفيد وأن هنالك وهذا نحكيه على مصادر أعلام صهيونية أن الجيش الصهيوني يستكمل استعداداته للغزو البري للبنان وسط ضغط من مسؤولي القيادة الشمالية لبدء العملية البرية. وقالت صحيفة هارتس أنه مسؤولين كبار في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي اللي يضغطوا من أجل بداية غزو بري للبنان، فيما أفاد موقع ولا بأن الجيش الإسرائيلي يستكمل عمليات مهمة في إطار استعداد للغزو البري للبنان. وقال الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تأكيدهم أن هناك إجماعا على المستويين السياسي والعسكري فأن الغزو البري للبنان مسألة وقت فقط. وذكرت المصادر الأمنية أننا تقول نجمع معلومات استخباراتية بشأن استعدادات حزب الله وخاصة قوة الرضوان قبل الدخول البري، وبناء على ذلك نعد خطط عمليات جديدة لإجراء تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة. ويؤكد المصادر أن القوات تتركز في الجبهة الشمالية وتستعد لدخول بري إلى لبنان بدوره. شدد الجيش الكيان الصهيوني على أنه مستمر يقول في تلقي تدريبات بمواقع إطلاق نار في الجبهة الشمالية وسيحظر على المدنيين دخولها. وصحيفة معاريف اللي قالت أنه لدى سكان الشمال مشاعر متضاربة قبل الدخول الوشيك إلى لبنان كاشفة أن سكان الجليل الأعلى تلقوا رسالة رسمية من الجيش الصهيوني مفادها في الأيام المقبلة ستتمركز القوات في المناطق المجاورة للمستوطنات وقد يؤدي التنظيم إلى حدوث ضجيج وحركة مكثفة للآليات العسكرية في المنطقة. وقالت الصحيفة أنه بهذه الكلمات حاولت السلطات تهدئة الجمهور لكن هناك انتقادات عديدة للقيادة السياسية اللي ترسل جنود إلى لبنان حيث تم إعداد أفخاخ الموت لهم. ونقلت عن أحدى سكان الشمال قولها أنهم لا يأخذون في الاعتبار حياة الجنود، كم هو مريح لقادة الحكومة أن يجلسوا في مكيف الهواء في تل أبيب بعيدا عن الحدود ويرسلوا أطفالنا ليكونوا وقود للمدافع. هنالك معارضة شديدة داخل الكيان الصهيوني. على كل قاعدين نلاحظ أنه هنالك تطورات
مخترة جدا. ونشوفوا ونلاحظوا أنه مجموعة 77 اللي تدعو إلى إنهاء الانتهاكات الصهيونية. الصين كما جاءت في جريدة الشروق الصفحة 7 تقول أنه الصين تنتصر لفلسطين بتزامن مع المجازر اللي يرتكبها الأمريكان وحلفائهم ضد المدنيين في غزة ولبنان. اللي طالب وزير الخارجية الصيني دول العالم بالتصدي للهيمنة وسياسة القوى الواحدة والعمل على تجسيد الديمقراطية في العلاقات الدولية. الانقسام الداخلي الإيراني أيضا اللي يحكي عليه كمال بلهادي في جريدة الشروق صفحة 5 يقول أنه خطر على المقاومة هذا الانقسام اللي يبدو واضحا أنه رغم ترميم الخطاب الإيراني فقد ظهر تباين في المواقف بين شق المحافظين المنهزم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتيار الإصلاحي الفائز في الانتخابات الأخيرة. على كل هذا وغيره تلقاه معنا موجود على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك كابافم. احنا مش نواصل معكم بعد شوية في الشأن الوطني مش نحكيه على ملامح الميزانية أو قانون المالية لسنة 2025. يكون معنا الأستاذ الجامعي رضا شكوندالي بعد لحظات الحديث على هذا الموضوع.